بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، هذا السؤال وردني حول أسرار السعادة الزوجية. يقول السائل: لماذا لا يشعر بهذه السعادة التي طالما حلم بها؟ بالفعل أيها الأحبة، كثير من الناس الآن قبل الزواج يكون فرحا مسرورا متفائلا، بعد فترة كلما زادت مشاكل الحياة وأعباء الحياة بدأت الهموم والمشاكل تتراكم، وبدأ الزوجان يفقدان الإحساس بالسعادة والطمأنينة والسكون. ما هو السبب أيها الأحبة؟ الحقيقة أحبتي في الله، لو ذهبنا اليوم إلى المحاكم نجد أن إحصائيات الطلاق تصل إلى 40% في بعض المناطق في الوطن العربي، طبعا نتحدث، وحتى في أمريكا النسبة تصل إلى 40%. إذن هناك مشكلة جوهرية، ليست مشكلة سهلة حقيقة. يعني أنا عندما بحثت عن جذور هذه المشكلة، طبعا من الباحثين من يقول لك ينبغي المعاملة الطيبة، ينبغي لكل طرف أن يتفهم الآخر، ينبغي كذا كذا كذا، كله كلام جميل، ولكن هناك جذور للمشكلة نريد أن نبحث عن هذه الجذور. هذه الجذور أنبأنا عنها النبي عليه الصلاة والسلام والقرآن الكريم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من النساء أن يستوصين بالرجال خيرا، قال عليه الصلاة والسلام: استوصوا. الخطاب هنا للرجل وليس للمرأة على فكرة. استوصوا، هذا أمر نبوي لكل رجل، استوصوا بالنساء خيرا. إذن المسؤولية تقع بالدرجة الأساسية على الرجل. القرآن ماذا قال؟ قال: وعاشروهن بالمعروف. أمرك أيها الرجل، أيضا الأمر للرجل وليس للمرأة، يعني فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لذلك أيها الأحبة، هذا ما يدعونا للتساؤل: لماذا التركيز على الرجل في الأوامر؟ لماذا النبي يخاطب الرجل ويقول استوصوا بالنساء خيرا، والقرآن يقول وعاشرهن بالمعروف؟ حتى لو كرهت هذه المرأة يقول لك قد تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وهذه العبارة لم ترد إلا مرتين في القرآن أيها الأحبة كما تعلمون. الخير الكثير ورد مرتين، أو عبارة خيرا كثيرا تكررت في القرآن مرتين فقط، مرة مع النساء ومرة مع الحكمة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. انظروا، الحكمة استخدم معها الخير الكثير، والنساء استخدم مع هذه العبارة الخير الكثير أيضا. إذن هذا يدعونا للقول إن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الرجل. ولكن كيف ذلك؟ يعني كيف نحمل المسؤولية للرجل؟ سأقول لكم أيها الأحبة. من الناحية العلمية درس العلماء مؤخرا دماغ الرجل ودماغ المرأة، ودرسوا قلب الرجل وقلب المرأة، ودرسوا ردود أفعال الرجل وردود أفعال المرأة، ودرسوا سلوك الرجل وسلوك المرأة إلى آخره. ماذا وجدوا؟ وجدوا اختلافا كاملا بينهما. دماغ المرأة ينقص عن دماغ الرجل من 10 إلى 20% بالحجم وبعدد الخلايا. فإذا علمنا أن الدماغ
دماغ الرجل يحوي مثلا 100 مليار خلية، فدماغ المرأة يحوي مثلا 80 مليار خلية، هناك 20 مليار خلية نقص، هناك نقص إذن في حجم الدماغ، وهناك أيضا نقص في إمكانيات القلب، فقلب الرجل أكبر وأكثر يعني قدرة على تحمل الضغوط الجسدية أكثر من قلب المرأة. قلب المرأة أكثر قدرة على تحمل الحزن والألم. لماذا؟ لأن المرأة تتعرض لآلام الولادة، تتعرض لاكتئاب ما بعد الولادة، تتعرض لضغوط نفسية هائلة بسبب العبء عليها من تربية الأولاد والأعمال المنزل وغير ذلك، فجعل الله قلبها يتحمل كمية من الحزن أضعاف ما يتحمله الرجل. إذن أيها الأحبة، هذا الاختلاف التشريحي بين الرجل والمرأة والاختلاف النفسي بين الرجل والمرأة ينبغي عليك أيها الرجل أن تفهمه. إذا فهمته ستحصل على السعادة الزوجية بكل بساطة. لماذا؟ سأقول لكم لماذا أيها الأحبة. عندما قام العلماء باختبارات اختبروا رد فعل الرجل على عمل ما، مثلا مشهد مخيف عرض أمام الرجل، الرجل مباشرة تنبهت وتنشطت في دماغه منطقة تتعلق بالاستعداد للقتال، لأنه منظر مرعب، هناك هرمونات يتم إفرازها في الجسد، تزداد نسبة السكر في الدم إلى آخره، يتهيأ هذا الرجل للدفاع عن نفسه أو للقتال أو كذا، فهناك منطقة محددة في الدماغ مسؤولة عن هذا الموضوع تنشط. عرضوا نفس المشهد أمام المرأة، فالمرأة هنا نشط في دماغها منطقة أخرى ليس لها علاقة بهذه المنطقة، وحدثت عمليات فيزيولوجية في دماغها وفي يعني جسدها لا تتعلق بالعنف أو بالدفاع أو كذا، العمليات تتعلق بعمليات من النوع العاطفي، كانت تريد مواساة، تريد أن تكلم الناس عما شاهدته، يعني كان همها الأول أن تحدث الناس عما تشاهده، أو أن تستغيث بمن هو أقوى منها ليساعدها أو كذا. إذن لدينا تركيبة مختلفة تماما. حتى المواقف المضحكة، الرجل كان هناك منطقة في دماغه تنشط على موقف كوميدي أو مضحك، المرأة هناك منطقة أخرى تنشط مختلفة. فحتى عملية التذكر، الرجل عندما يتذكر الأشياء يتذكرها بشكل مستقل، يعني إذا قسمنا الدماغ نصفين أيمن وأيسر، هو يستخدم أحد هذين النصفين للتذكر، المرأة تستخدم النصفين معا هكذا، فتستخدم عاطفتها أثناء التذكر. فعندما تريد أن تتذكر حدث ما، تربط هذا الحدث بشعورها العاطفي تجاه هذا الشخص، وتتذكر المعلومة حسب أحاسيسها ومشاعرها، على عكس الرجل الذي يستطيع دماغه أن يفصل بين العاطفة وبين عملية التذكر. المهم أيها الأحبة، هذه مقدمة لكي أقول لكم إنك عندما تفهم كيف يعمل دماغ المرأة ستحل 99% من مشاكلك الزوجية، وهنا تبدأ السعادة. لأنه ما الذي يذهب السعادة؟ ما الذي ينغص عليك حياتك؟ المشاكل التي تحدث كل يوم وعدم التفاهم بين الطرفين. فأنت تريد أن تفعل هذا الأمر، هذا الأمر مهم بالنسبة لك، ولكن بالنسبة لها غير مهم. هكذا خلقها الله، هكذا تصميم دماغها. لأن دماغ المرأة وقلب المرأة لو كان مثل دماغ الرجل لاستحالت الحياة بينهما. يعني تخيل نفسك أنك أنت رجل
وتعيش مع رجل مثلك لا تستطيع أن تستمر الحياة. بينما خلق الله الأنثى عكس الرجل تماما، وبالتالي فيعني كما يقال السالب والموجب يكملان بعضهما. الآن أيها الأحبة، أنا كرجل إذا استطعت أن أفهم كيف تفكر هذه المرأة، اهتمامات هذه المرأة، ما هو مستوى أهمية هذا الأمر بالنسبة للمرأة، أنا كثير من الأشياء ربما أراها تافهة ولكن بالنسبة للمرأة مهمة جدا، وهذا ليس ذنبها أيها الأحبة، دماغها صمم بهذه الطريقة، هي لا يعني هي تسير وتسلك سلوكا حسب التصميم الذي صممها الله، أعطاها الله هذا التصميم. فالخالق عز وجل أعلم بنا وأعلم بما يصلحنا، أعطى المرأة إمكانيات للإثارة والإغراء والفتنة، وهذا ضروري لاستمرار الحياة الزوجية، وإلا ما الذي يجذب الذكر نحو الأنثى طبيعيا؟ يجب أن يكون في الأنثى أشياء تجذب هذا الرجل، وبالتالي تستمر الحياة ويستمر النسل، هذه حكمة إلهية عظيمة. فأنت أيها الرجل عندما زوجتك تريد شيئا ما وأنت ترى أن هذا الشيء تافه، أو تريد أن تفعل أو يعني تشتري شيئا ما، تحضر شيئا ما، الأمثلة كثيرة كلنا يعرفها، يعني هي ترى هذا الشيء مهم جدا بالنسبة لها. فأنت عندما يعني يحدث بينك وبينها الشجار حول هذا الشيء الذي تراه أنت تافها، إذا استطعت أن تدخل إلى دماغها وترى كم هذا الشيء مهم، فأنت تستطيع أن تتجنب هذه المشكلة، تستطيع أن تقنعها بطريقة تفكيرها هي أن هذا الشيء بالفعل مهم، وأنا أعلم أنه مهم، وأنا سأسعى لذلك وتبذل جهدا في سبيل ذلك مع أنك تراه شيئا تافها، ولكن يجب أن تتعامل معها بناء على طريقة تفكيرها. والقرآن حملك المسؤولية لك، والنبي حملك، قال استوصوا، الخطاب للرجال، والقرآن قال وعاشروهن، لا يوجد خطاب في القرآن للنساء بأن تستوصي بالرجال أو تعاشر الرجال بالمعروف، لا، الحمل على الرجل. لماذا؟ لأن دماغ الرجل أكبر من دماغ المرأة، وطريقة تصميم دماغ الرجل قادر على استيعاب دماغ المرأة، لذلك الله تعالى قال الرجال قوامون على النساء، لا يعني أن الرجل يضرب المرأة، لا بالعكس، يجب أن يكرمها، يعني أنت قوام على النساء أي أنت مسؤول عنها، أنت يجب أن تعطيها الرعاية الكاملة وليس العكس. فإذا ما منحتها هذه الرعاية الكاملة وفهمت طريقة تفكيرها وطريقة اهتماماتها، في هذه اللحظة سوف تضع يدك على المشاكل الحقيقية التي كانت تنغص حياتك، وستبدأ بحل هذه المشاكل عقدة عقدة، وستبدأ الحياة الزوجية بالسعادة. الشيء الثاني أيها الأحبة، المرأة تهتم بالكلام وبالعاطفة أكثر بكثير من الأفعال، هكذا خلقها الله، ليس ذنبها، لا تحمل المسؤولية للمرأة. فأنت عندما تكثر من الكلام العاطفي مع الزوجة، فإن هذا الكلام العاطفي أهم من مليارات الدنيا وأهم من أي فعل آخر، فهذا الكلام العاطفي مهم جدا لأنه يغذي دماغ المرأة ويشبع رغبات المرأة، فتبدأ بالعطاء. السعادة الزوجية هي عمل متبادل أيها الأحبة، لا تطلب من المرأة أن تعطيك شيئا دون مقابل، يجب أن تقدم لها الرعاية والحماية والعطف والعاطفة الغزيرة جدا.
والكلام الذي تحبه يجب أن تسمعها هذا الكلام، تظهر لها الاهتمام بها. الله أمرك بذلك، يعني أنت لا تفعل ذلك لا من أجلها ولا من أجلك ولا من أجل السعادة الزوجية، أنت تفعل هذا لأنه أمر من الله. يعني عندما يقول وعاشروهن بالمعروف، هذا أمر، إذا خالفته أنت تخالف أمر الله، القضية ليست سعادة زوجية أيها الأحبة. النبي يقول لك استوصوا بالنساء خيرا، إذا خالفت هذه الوصية أنت تخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر خطير جدا. لذلك خلاصة هذه الحلقة أيها الأحبة، إذا أردت أن تحصل على السعادة الحقيقية، أول شيء ينبغي أن تدرك أن دماغ المرأة يعمل بطريقة مختلفة وقلبها يعمل بطريقة مختلفة. يجب أن تتبع نصائح القرآن وأوامر القرآن، أن تعاشر هذه الزوجة بالمعروف إلى أقصى حد دون حدود طبعا، أن تستوصي بزوجتك خيرا إلى آخر حد، وتتذكر دائما لحظة الموت. دائما عندما تعترضك أي مشكلة في بيتك تذكر أنك في أي لحظة ستموت، ستصبح ميتا. ماذا ستستفيد من هذه المشاكل التي أحدثتها؟ ماذا ستستفيد من هذا القلق والاكتئاب الذي سببته في حياتك؟ يمكن أن تتنازل بشكل مستمر مقابل أن تحصل على السعادة. يعني هناك مبدأ التكافؤ، الفعل ورد الفعل، تقدم معاشرة بالمعروف، تستوصي بها خيرا خيرا في كل شيء، في المصروف، في الرعاية، في الكلام، في الاحترام، في تكريم، في الصبر، الصبر على هذه الزوجة، تقدم بلا حدود، لأنك في النتيجة ستموت، تتذكر دائما الموت. والنبي قال لنا أكثروا من ذكر هادم اللذات، يجب أن تتذكر هذا الموت. فعندما تتذكر كيف ستموت، والنبي أوصانا بذلك في كل صلاة، قال صلي صلاة مودع، عندما تتصور هذا الموقف سوف يزول هذا التشنج، تزول هذه المشاكل. وإذا صبرت فاصبر ابتغاء وجه الله، وإذا قدمت تنازلات قدمها لأن الله أمرك بذلك. ماذا قال؟ فإن كرهتموهن، حتى وأنت تكره هذه الزوجة يجب أن تحسن إليها، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.